تخيل أن ملعباً لكرة القدم قد يساهم في حماية البيئة، كيف ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادة عن ملعب أوليفال في النرويج، الذي أصبح محوراً للابتكار في مجال الطاقة الشمسية، حيث يستضيف أكبر نظام للألواح الشمسية العمودية على الأسطح في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 248 كيلووات. قامت شركة أوفر إيزي سولار بتركيب هذا النظام في أيام معدودة فقط بأقل وزن ممكن، حيث لا يتجاوز الوزن 11 كيلوغراما لكل متر مربع. هذه الألواح مصممة للاستفادة من كل وجه للإنتاج، مما يزيد من كفاءتها بنسبة 20-30% مقارنة بالألواح الأفقية. ومع وجود 1242 وحدة لوحية، كل منها بقدرة 200 واط ذروة ممتدة على مساحة 2500 متر مربع، يقدر إنتاج الطاقة السنوي بنحو 219,000 كيلووات ساعة، وهذا يعزز من كفاءة الطاقة ويخفض التكاليف. ما رأيكم؟